بعد المشاهدين حضرات المتابعين عشاق مولودية وهران محبي مولودية الجزائر، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم أبناء الحمري وأولاد العاصمة في موعد كلاسيكي جديد في مشهد هو الأخير من الفصل الأول لبطولة هذا الموسم. الضيوف مولودية الجزائر وطموح وتعزيز الصدارة بعد ضمان لقب مرحلة الشتاء. انطلقت المواجهة، كرات أولى، نقلات أولى للفريق الضيف مولودية الجزائر. فريق مولودية الجزائر الذي أجرى 4 تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية أو 3 تغييرات بإقحام اليوم حميد غزال ضو مكان حليمية بالعمري والطاهر فتح الله. أيوب غزال اليوم في 3 مباراة كأساسي في محور دفاع مولودية الجزائر في ظل غياب اليوم بالعمري بسبب الإصابة. كرة ضاعت تعود لمولودية وهران في وسط الميدان مع ظهار مروان، يطلبها مصطفى بن قرينة معه إبو زيدان. بن قرينة عند الكرة في منطقة الجزاء، كرة للمولودية الوهرانية ولكن الدفاع الحمراء لمسيو. مرحلة الذهاب بدايتها كانت صعبة، منتصفها أصعب، فهل ستكون خاتمتها انفراج؟ هل يحقق بوزيدي وأشباله الانتصار في هذه المباراة؟ 9 نقاط فقط هي الحصيلة لحد الآن بعد 8 هزائم، 3 تعادلات وانتصاران فقط. 5 دقائق مشاهدينا الكرام قبل نهاية الوقت الرسمي للمرحلة الأولى. تعادل يبقى دون أهداف بين المولوديتين العاصمية والوهرانية. كرة تروح جهة اليسار مع موالي، يلعبها مع حسن خوجة، عودة مع عبداللاوي قائد الفريق. مخالفة للمولودية العاصمية تلعب من العيجي، التسديدة ولكن التصدي، التصدي والبراد من الحارس بوكريت. الكرة كانت خطيرة وصعبة من زكريا عيجي وبوكريت في المكان المناسب يحول الكرة إلى الركنية. أخطر محاولة لمولودية الجزائر في هذا الشوط جاءت عبر هذه الكرة الثابتة ولكن بوكريت إلى الركنية. زكريا عيجي في تنفيذ الركنية للمولودية العاصمية، هنا كرة في القائم الأول بايزيد ورأسية راحت إلى 5.50 متر. أنصار الفريقين يصنعان أبهى لوحات التشجيع على المدرجات ينتظرون الهدف ومن سيأخذ الأسبقية. نلعب الدقيقة 63، دائما مباراة تبقى مستمرة أحداثها دون أهداف. باتريس بوميل يعجز هجومه القوي في البطولة عن التهديف في مباراة اليوم. بوزيدي لحد الآن هو الآخر لم يجد لاعبوها الطريقة المؤدية إلى شباك أسامة لتيم. كرة جهة اليمين، هنا العرضية تأتي في القائم الأول وهنا جول 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 جول. 1-0 لأولاد العاصمة، 1-0 لمولودية الجزائر عبر بايزيد. بايزيد يهز شباكه للدار ويسعد الأنصار بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران. 1-0 لأولاد العاصمة وهنا
أنصار مولودية الجزائر فوق المدرجات يطلقون العنان للأفراح والاحتفال بهذا الهدف الأول عن طريق ثالث هدافي الفريق سفيان بايزيد الذي يأتي بأول أهداف هذه المواجهة. شاهدوا كيف بدأت وكيف تمت وانتهت. هنا العرضية من حميدي، هنا بالقدم اليمين يحط هدف ثمين سفيان بايزيد في الدقيقة 63. بدأت من حميدي وانتهت بأقدام بايزيد الذي يحط الجول الأول في هذه المباراة ويمنح الأسبقية والتفوق لمولودية الجزائر في وقت كنا نتحدث عن الأهداف وعن الخط الهجومي لمولودية الجزائر. دفاع بدني كبير في هذه المباراة سيف الدين. نعم، الكاركتير نتاع الماتش هو اللي يفرض ربما هذا الاندفاع البدني. قيمة المباراة بالنسبة للفريقين، كرة هنا عاصمية ولكن تدخل الدفاع، دفاع مولودية وهران. مراد بن عياد، كرة للمولودية الوهرانية إلى الركنية. هل تأتي هذه الركنية بالجديد للمولودية الوهرانية من أجل العودة في النتيجة، من أجل معادلة السكور في هذه المباراة؟ مشرط ادخل مكان دحماني خليد سيف الدين، مهاجم في تشكيلة باتريس بوميل. هنا الركنية من إيبو زيدان بحثا عن تعديل الأوضاع، بحثا عن تصحيح الأوراق. هنا تنفذ المخالفة ولكن الدفاع متواجد موجود في الإبعاد. الكرة تروح مرة أخرى سهلة لليتين. زوغرانا بايزيد، شادلي، نهاري، وكرة لمولودية وهران. بوكريت الضغط عليه من نعيجي، كرة بالخطأ تروح في وسط الميدان، كرة ما خرجتش، تبقى عاصمية دائما لمولودية الجزائر. البحث عن الهدف الثاني، تعود وهرانية مع مطراني، يلعب كرة جهة اليمين مع السيحي، يلعب كرة في العمق، قطعت وعادت لمولودية الجزائر. الخطأ يمنحه حكم المباراة لمطراني. على الجهة اليمنى الكرة لأشبال بوميل مقطوعة، تعود لعناصر مولودية وهران. زوبير مطراني، كرة دائما وهرانية من ظهار، يلعبها جهة اليمين، انطلاقة عن طريق السيحي، الكرة إلى 5.50 متر. إلى 5.50 متر. كرة تلعب عاصمية، الانطلاقة جهة اليمين. هنا تأتي العرضية، التمريرة في منطقة الجزاء. شادلي أيمن في مهمة إبعاد الكرة، كرة ما خرجت دائما عن طريق نعيجي. هنا صعبة، هنا خطيرة، عاصمية الكرة ويضع الكرة في مرماه، يضع الكرة في مرماه. ثاني الأهداف لمولودية الجزائر يأتي في الدقيقة 84، 2-0 لمولودية الجزائر أمام مولودية وهران. فرحة أنصار المولودية العاصمية على المدرجات، البطل الشتوي المتصدر يضيف الهدف الثاني في شباك أهل الدار مولودية وهران. هنا الفرحة، هنا السعادة بالنسبة للأنصار المتنقلين هنا إلى وهران. شوف عن الإعادة، شاهدوا كيف حدث ما حدث. هنا التمريرة من زوغرانا وفي مرماه، حطها بالحران، هدف هنا، أوتو جول لمولودية الجزائر عن طريق بالحران، يحط كرة في شباك الحارس.
بوكريت مانحا الهدف الثاني لمولودية الجزائر. صار الثنائية قبل نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة بخمس دقائق.